استأذن حضرتك ناخد السيد رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي. مساء الخير أستاذ رمزي. أهلا بك أخي العزيز أستاذ إيهاب. أهلا بسيادتك. وأهلا بضيفك الكريم الأستاذ الفاضل الأخ العزيز الصديق رضا شعبان، وكل التحية لمشاهدي ومتابعي قناة الميسات في هذا المساء. سيادة المستشار، يعني هل من مخرجات حقيقية قيمة نستطيع أن نبني عليها لمحادثات القاهرة لوثيقة دستورية كلبنة أو نواة لدستور ليبيا؟ أخي إيهاب، لو سمحت في دقائق معدودة، أنا عارف أن وقت البرنامج ثمين، ولكن دعني أن أحدد بعض النقاط الجوهرية لكي تكون مقدمة للإجابة على سؤالك الكريم. تفضل. يجب أن يعلم الجميع ويقر الجميع ويقتنع الجميع، وأقصد بالجميع في ليبيا وفي مصر والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، أن مصر كانت وفية وبارة وصادقة عندما قالت منذ 2014 على لسان الرجل الصادق الوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستوى الأعلى في الدولة المصرية، عندما قال إذا تخلى العالم عن ليبيا فإن مصر لن تتخلى عن ليبيا. صحيح. هذه الجملة تحديدا نحن ذكرناها وصرحنا بها مرارا وتكرارا. أيوة. وكررها بحزم سيادة اللواء عباس كامل في أول كلمة له في اجتماع الوفدين الليبيين في المسار الدستوري، عندما أكد وقال أن مصر أخذت هكذا عهدا على عاتقها بحل الأزمة الليبية. يعني ربما لما قالها السيد الرئيس في المرة الأولى اللي حضرتك أشرت إليها كانت تعتبر تحدي للعالم كله، وكان لسه بيبني النظام السياسي المصري من جديد، فكانت يعني جملة قوية وخطيرة. تفضل يا فندم. جملة قوية وخطيرة وفيها جرأة وشجاعة وحزم. صحيح. أن مصر بظروفها في تلك الفترة التي لا ينكرها إلا جاحد، تبنت وأخذت على عاتقها حماية الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي. وبالتالي أخي العزيز، يجب أن يعلم الجميع أن هذا المسار الدستوري، مع كل الاحترام للأشقاء العرب أو لدول الجوار أو للدول في الاتحاد الأوروبي، هذا الاجتماع يكمن قوته في ثلاث أمور. الأمر الأول أنه منعقد على أرض مصر، على في عاصمة مصر القاهرة. الأمر الثاني أنه منعقد بتوجيهات رئاسية مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اثنين من الأجهزة السيادية في مصر: جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه سيادة اللواء الموقر الوزير عباس كامل، والمخابرات الحربية المصرية التي يرأسها الرجل الفاضل سيادة اللواء خالد المجاور. أيه. والذي ولأول مرة يوفد من قبل الرئيس السيسي في مهمة رسمية خارج مصر إلى المشير خليفة حفتر منذ شهور معدودة. أيضا الذي يرأس اجتماعات اللجنة ذات المسار الدستوري في القاهرة، رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالأزمة الليبية، وهو نائب رئيس جهاز المخابرات الحربية. لماذا أنا أذكر في هذه المسميات؟ لكي يعلم العالم أن مصر بأجهزتها السيادية العليا واقفة وبحزم لمنع أي تعطيل للعملية السياسية في ليبيا وتعطيل اتفاقية أو مبادرة القاهرة. والنقطة الثالثة أن الأمم المتحدة أقرت واعترفت مؤخرا بقوة القاهرة وموقف القاهرة وحيادية القاهرة وطهارة موقف القاهرة ونزاهة القاهرة في حل الأزمة الليبية. اقتنع العالم أن الكي مفتاح حل الأزمة الليبية بيد القاهرة وحدها ثم المجتمع الدولي. طبعا نعود بقى للمخرجات، لأن برضو الدقائق المتبقية قليلة على هذه الفقرة. المخرجات إلى هذه اللحظة
تحاول القيادة المصرية واللجنة المهتمة تقرب وجهات النظر بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة. وهناك نقطة قانونية يجب أن نذكرها، أن هذا الاجتماع هو تنفيذ للمادة 51 من اتفاق السقيرات باختصار شديد، الذي ينص أنه على الهيئة التأسيسية أن تحيل مسودة مشروع الدستور إلى مجلس الدولة ومجلس النواب للتشاور والاستشارة. تمام. ولكن للأسف الشديد لم يصل إلى حل، فتم الانتقال إلى البند الثاني من المادة 51، وأنا هنا أحدثك عن نصوص قانونية. أي. انتقلوا إلى البند الثاني، وهو الذي يقول في حالة العجز أو عدم الوصول إلى حل تشكيل 5+5 أيضا، 5 مجلس النواب مع 5 مجلس الدولة مع رئاسة الوزراء. الموجودون الآن في القاهرة ولمدة 72 ساعة وإلى هذه اللحظة التي أحدثك فيها الآن، تأخر البيان الختامي. للأسف الشديد نقولها وبتجرد، يعني وفد مجلس النواب منفتح على ماذا؟ منفتح على المسار الدستوري، إما تعديل هذه المسودة المعيبة غير المقبولة من كثير من جموع الأمة الليبية، أو تشكيل هيئة دستورية جديدة، أو الرجوع إلى دستور 51 غير المعدل، أو الرجوع إلى دستور 51 المعدل. يعني مجلس النواب مجلس النواب أتى من ليبيا إلى القاهرة ومنفتح على التشاور والاستشارة. أما مجلس الدولة تلقى التعليمات من تركيا تحديدا بعدم القبول إلا بأمر واحد فقط، وهو ضرورة الاستفتاء على هذه المسودة المعيبة. نعم أخي الكريم، بشكرك يا فندم، بشكر سعادتك جدا سيادة المستشار، وبتطلع بقى إن شاء الله مع الخطوة القريبة القادمة، وتكون إن شاء الله انفراجة تنورني برضو، ويكون أستاذ رضا معانا ونطرح كل هذه الأمور بنفس التجرد. يعني سيادة المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، شكرا جزيلا لسعادتك. بس أنا عايز أستوضح نقطة، المسودة المعيبة